إنها عوالم تبدو أقرب إلى الحقيقة منها إلى الخيال، حركات منسقة وألوان زاهية تشد كل من يقرب منها صغيراً كان أم كبير. الألعاب الإلكترونية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياة الناس وإن اختلفت تقنياتها وأساليب اللعب بها. واليوم بإمكان عشاق هذا النوع من الألعاب الإبحار في عوالمها الأخاذة من خلال معرض لوس أنجلوس للترفيه والتسلية الإلكترونية. نحن هنا في هذا المعرض بصدد إظهار قدرة لعبة نينتندو لاند الجديدة على جلب أكبر عدد من عشاق هذه اللعبة. إنه الجيل الجديد لهذه اللعبة الذكية، الكل هنا سيكتشف ذلك. عمالقة التسلية الإلكترونية من مصنعي للأجهزة وأكسسوارات ومطورين للألعاب مثل سوني ونينتندو ومايكروسوفت حضروا بقوة في المعرض، والتنافس كان على أشده بين مختلف المنتجات. الكثير من الناس كانوا في انتظار ما سيحمله هذا المعرض من جديد، والكل كان قلقا فيما يخص دقة وسرعة اللعبة. أكثر من 1000 لعبة كشفت عنها نينتندو من جيلي واي، والآن بإمكان المستخدم مقاسمة اللعب مع أفراد أسرته من خلال شاشة كبيرة. لعبة ماريو لم تغب عن المعرض بحلتها الجديدة التي يمكن من خلالها مقاسمة اللعب مع شخص ثاني، هذا بالإضافة إلى نينتندو 3DS. الإقبال على المعرض كان كبيراً، كما أنه من المتوقع أن يحقق أعلى المبيعات. هنا محمد بخشم، العربية.